عسلام، اليوم ما نش باش نعملوا فيديو باش نحكيو على تاريخ حركة النهضة، وانا باش نتكلموا عن النهضة توا ونشوفوا هالبلاد هذه فين ماشية. فهمت؟ المعارضة هذه اللي جابت العار مانيش عارفها، مانيش عارف شنو قاعدة تعمل. فهمت؟ باهي النهضة وقلنا معناتها عندها أهداف واضحة وكل شيء وهزة البلاد الهاوية، ولكن المعارضة حتى هي ما قصرتش. نجي اليوم معناتها في نقرا، فهمت؟ نقرا معناتها نداء، اسمع النداء بتاع المعارضه الى كل التونسيين الاحرار. ليله 27 رمضان المعظم، ليله القدر، ليله الدعاء والرحمه، لتجعل منها بالاضافه الى قدسيتها الدينيه مناسبه وطنيه. كلنا اينما نحن واينما كنا علينا ان نحتفل بها جميعا في الشوارع والساحات الاعتصام، داعين مبتهلين الى الله عز وجل. اللهم نحي الغمه على هذه الامه. يعني شيء 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 مش يقهر برك، شيء معناتها يقطع القلب. فهمت؟ يعني معناتها يعملوا في الاسلوب توا الاسلاميين كي يعملوا هكاكا فهمناهم. فهمت؟ اما اللي ضد الاسلاميين اللي هما عاملين روحهم المعارضه، فهمت؟ يقولوا الكلام هذا شنو معناه؟ يعني ما انا باش نحيو الاسلاميين باش نجيبوا زاده حكومه اللي زعما تدعي، فهمت، انها ضد الاسلاميين وتزيدوا تمنعونا من الحريه؟ ها؟ اش يعملوا المسيح التوانسه واليهود التوانسه والملحدين التوانسه واللي ما يؤمنوش بدين اصلا؟ ما يجيوش؟ ما همش توانسه؟ ها؟ معناتها ما يجيوش البارد، وما يجيوش معناتها كل الملحدين وكل ما هما الاقليات الدينيه والفكريه وكل شيء ما يجيوش، يجيو كان سيلزام المسلمين. يا عاد عيطوا لجماعه النهضه تجي تدعي معاك. انا مانيش فاهم، معناتها ما دخلتش مخي هالمعارضه هذيك كيفاش تعمل. فهمت؟ يعني تعمل مره الاخرى صلاه الصلاه زعما جماعه وكل شيء. يا ولدي راهو هذوما اسلاميين، كان باش تواجههم ما لازم تواجههم فكر اخر، فكر تحرري كليا، ولا سي با لا بين. فهمت؟ هذا كان باش تعمل كيفهم، راك ماكش انت تقول معناتها تخاف وتقولوا لا تو الشعب يدور علينا. يا سيدي قولوها بصراحه، واجهوا بصراحه، يا سيدي الشعب يدور عليكم خلي يدور عليكم. علاش خايفين؟ انا مثلا وقت جيت باش ننتمي للحزب، علاش ما حبيتش ننتمي حتى الحزب التونسي؟ جيت باش ننتمي لاحد الاحزاب، قال لي لا ما تقولش اللي انت ملحد وكذا. قلت له النافقه، ما نافقش، انا ملحد ونقعد ملحد وعندي الحق نعبر على افكاري. يعني حتى الاحزاب اللي تدعي معناتها الديمقراطيه وتعطي الحريه، هي راهي كيفها كيف النهضه. فهمت؟ غير معناتها اطار الحريه اكثر، فهمت، من النهضه. ونجم نقولوا اللي النهضة أذكى منهم 20,000 مرة، على الأقل هي منظمة روحها في كل تونس وعندها أنصارها اللي تيعوها طاعة عمياء. راهو كان مناش، فهمت، باش نعملوا معارضة تدعو لحرية الناس الكل بكل صراحة، لازم تبين الموقف نتاعك. قول يا سيدي أنا حزب الملحدين عندهم الحق ينقضوا الاسلام وعندهم الحق يفطروا في رمضان وعندهم الحق كل شيء، والمراه اللي ما تحبش تلبس الحجاب تلبس، واللي تحب تلبس الحجاب خليها تلبس. يعني حريه حقيقيه. والجوامع لازمهم يتنحاوا على المجال السياسي ومنع الاحزاب على صفه عرقيه ولا دينيه، يعني لازم تكون امور واضحه من الاول. اما هذا اللعب على الحبلين وتعملوا كيما الاسلاميين، فهمت، الاسلاميين توا فهمناهم ينافقوا باش يطبقوا الشريعه. وانتم ما تنافقوا شنو باش تعملوا؟ انا نحب نفهم شنو باش تعملوا معناتها بالنفاق نتاعكم هذا، باش تكسبوا الشعب؟ تراو انا اكثر التوانسه اللي يقول لك انا مسلم 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 مسلم، وهي ما هي تلبس الحجاب لا هي تصلي. معناتها كي نقول لك عامله اللي يا كيف كيف ابليس، شنو الفرق بينه وبين ابليس؟ ابليس ما شافش معناتها على حسب الاسلام ما شافش ربه، شاف ولكن عصى. يعني توا انا توا ملحد، نفترض يا سيدي جيت قدام هذا الاله وتجيبش يقول لي شبيك ما صليتش شبيك ما صبتش، يقول له انا مش بربك اصلا مانيش نؤمن بيك. بينما هذيك الطفله ولا ذاك الراجل اللي عامل معناتها يحب عليه هو ويجي قدامه يقول له علاش ما صليتش، شو باش يقول له؟
قل وراني عصيتك، يعني نؤمن بيك لكن عصيتك الشيطان، يعني الشيطان يؤمن به وعصى. فهمت؟ يا راني فاهم. هو حتى الاسلام راكم انتم تحبوا تنسبوا رواحكم للاسلام، تقولوا احنا رانا مسلمين وما نحبوش الاسلاميين، راهو الاسلام يعتبركم اخطر من الكفار. شفت شفت انا كافر على حسب الاسلام خير خير منكم. علاش؟ هو يقول لك معناتها المنافقين في الدرك الاسفل من النار. شكون واللي باش يخلد في النار؟ هو المنافق واللي يؤمن بربي بربه ولا نعرف شكون هذا نتاعهم، يؤمن به يؤمن طن ماهوش يتاع فيه كيما ابليس. هذوك من الكل، هذوما التوانسه الكل، هذوما اللي لا يصلي لا يصوم لا يحب شريعه لا يحب واحد لا حد شيء، هذوما الكل في الدرك حسب الاسلام في الدرك الاسفل. يعني معناتها تنافقوا ولا ما تنافقوش راكم كفار كفار، هما يغزروا لكم كفار. شفت الاسلامي وقت يغزر المراه ماهيش متحجبه، فهمت؟ ولا واحد ما يصليش، يقول لك بين المؤمن والكافر ترك الصلاه. تو انت ما تصليش تمشي للبحر وتمشي للسهريات وتمشي كل شيء، ما انا مسلم ويجي هذوك نتاع جماعه المعارضه في التلفزه كي حتى حمل همام ما يحشمش. فهمت؟ ما يحشمش ولا شيء. يقول لي فلان راهو مات يصوم رمضان قتلوه، سي نورمال قتلوه خاطر كافر. يعني تقول ولا ما تقولش يصوم رمضان ولا ما يصومش راهو مشى حج، توريهش حتى متعلق بستائر الكعبه ويبكي. فهمت؟ بالنسبه ليهم راهو كافر. اذا انتم معناتها المعارضه التونسيه لازمها تبين موقفها. انا ما قلتلهاش معناتها تعلن الحرب على الاسلام. فهمت؟ ما قلتلهاش معناتها تعلن الحرب على الاسلام، معناتها ما وصلناش لهذيك الدرجه. فهمت؟ لا، وانما الحريه للجميع لازمها في كل الحركات الاسلاميه تبين مواقف واضحه، حق النقد، حق الخروج من الاسلام، حق نقد الاسلام، وكل الحقوق نتاع الاقليات الدينيه والعرقيه والاجتماعيه، الكل لازم يكون عندهم حقوق واضحه، من لي زوموسيكسيوال من كلهم. يا اما تحبوا حريه حريه، يا اما يا سيدي اقعدوا تحت النهضه. انتوا ما عرفتوش تخدموا بالكل، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاجتماعي ولا في خطاباتكم ولا في حد شيء، ما عرفتوا حد شيء. راكم تواجهوا في حزب سياسي فاشي ذات خلفية دينية مصلحي ذكي عنده تجربة، معناتها متغلغل في المجتمع التونسي تغلغل كبير ياسر. شفت وقت بن علي وقت بوركيبة وقتها كان معناتها منع المعارضة. فهمت؟ اغلب المعارضه معناتها اللي يسمحوا لها هي اللي متحالفه مع بن علي ولا مع بورقيبه، يعني نجم نقولوا سوريا. فهمت؟ اما الاسلاميين رغم اللي تم ضربهم، فهمت؟ بناوا قاعده صحيحه في البلاد، بناوا قاعده بالكدا من الاول، بناوها معناتها على قواعد سليمه. فهمت؟ بينما المعارضه الاخرى سواء الاشتراكيه ولا الشيوعيه ولا القوميه ولا حاجه، كل حاجتين، يا اما سكتت وقعدت مربع يديها وتغزر، يا اما فهمت هيك معناتها تقربت لبن علي وفهمت، ولا تخدم عن زعما زعما معارضه، هاو زعما زعما فما معارضه. راهو ما فماش توا في تونس معارضه صحيحه للاسلاميين، لازمك تواجههم هما عندهم دين وعندهم معناتها خطة وعندهم برنامج وعندهم نظام كامل. فهمت؟ لازمك تواجههم بنظام كيفهم يواجه، نجم يواجههم. يجيش واحد يحارب فيك بمطريات وانت هاجم عليه بسكينة، ولا تمشي تتعلم لي كاراتيه وتهجم على واحد شرط مطريات ويعمل لك هكا يقتلك هكاك. انا هذاك اش قاعد نشوف فالمعارضة هذه. فهمت؟ وهذا اعتصام برضه راه قلت لكم من هذا من الاول، عندي قداش من نهار قلت لكم راه حكايه فارغه. فهمت؟ وهذا اللي قاعد يوقع نتاع التفجيرات، مش تفجيرات يعني القتل والتهديدات وكل شيء وكل شيء، ما انت فريمون يعني بهامه. يجي واحد مثلا من المعارضه يقول لك انا نتهم النهضه اللي قتل شكري بالعيد النهضه. فهمت؟ النهضه يا اخي بهيمه باش تمشي تقتله؟ ما تقتلوش. والا البهامه نتاع النهضه ما هي مش بهامه، هي ذكاء. فهمت؟ خاطر النهضه تعرف شكون قتل. فهمت؟ تقول لك راهم اللي ضد النهضه هما اللي قتلوا باش يشوهونا.
فده الكلام يكره انصارهم، وانصارهم يعني ما فماش مع السمع والطاعه. يجي البارح حرشت الغنوشي قال لك يذكرني بفتح مكه، فهمت؟ ما عنده وقت يتكلم هكذا، باهي انت تكون تضحك عليه وتقول يسخيب روح الرسول، يا يسخيب روح الرسول، لا يسخيب روح الرسول، هو خاطر هو فهمت عنده عقيده وعنده برنامج وعنده فكر كامل، وتقول لك الكلام هذاك انت ما تصدقوش تقوم تضحك عليه، لكن الاف 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 التوانسه يصدقوه ويعجبهم هذاك الكلام، فهمت؟ ويحرك فيهم الروح باش يتحركوا باش يخدموا باش يعملوا، فهمت؟ علاش؟ على خاطر هو يعتمد، فهمت، على المخزون الديني، على المخزون الديني الاسلامي، فهمت؟ اذا انت كان مش تعتمد على نفس المخزون راك ماكش باش تواجهه، خاطر هو فهمت يعتمد عليه وعارفه. انت تتكلم عن الاسلام، وهي نصلي وهي نعملوا نبتهل ولا ما نعرفش عليهم شنو باش يعملوا، وبعد يروح يضرب كعبه بيها، فهمت؟ يا اخي تمنيك على شكون؟ تمنيك على روحك ولا تمنيك على الشعب؟ لو الشعب ولا شعبنا مثقف، احنا اصلا تونس هي من الدول العربيه الاكثر ثقافه، فهمت؟ كيفاش تكون نجم تكون عندك مصداقيه؟ يعني انت في المعارضه ما عندكش مصداقيه، كيفاش معناتها باش تولي من بعد في الحكومة؟ توا الآخرين عارفينه وفاهمينه. إذا هنا نرجع على مسألة هذه القتل وهذه التفجيرات، فهمت؟ كما قلت لكم أنا من الأول في الفيديو اللي قبل قلت راهو مش النهضة عملتها، ومعناتها بهامة تقولوا النهضة عملتها، أول حاجة. حاجة ثانية، حاجة ثانية مش المعارضة زاد عملتها، خاطر المعارضة ما عندهاش هذه الأساليب، فهمت؟ شكون لكن المشكله شكون عملها؟ لكن ما هو اكيد ان النهضه تعرف شكون عملها، علاش؟ على خاطر النهضه متصله بكل الاطراف الاسلاميه. انا نذكر قبل وقتها قديم يعني معناتها في الثمانينيات كان وقتها صالح كركري يستقبل جماعه من التبليغ والدعوه. يا اخي مره سالته هكايا فهمت وانا صغير عمري 13 سنه، قلت له عمي صالح علاش انه ما تستقبل فيهم يا اخي وجايين هكا بالحي واحد وكل شيء، فهمت؟ يا عم انت تكبر تفهم. قلت له شنو؟ ما فهمتش، نحب نفهم علاش. قال لي هذوك ما نستعملوهم، فهمت، نستعملوا معناتها تاع التبليغ والدعوه كغطاء نتاع فلوس، فهمت، ناخذ من عندهم التبرع. قال لي راهو الجهاد في سبيل الله، خاطر طبعا نرجع لكم في الفيديو كيفاش معناتها صالح عمرني من عام تقريبا 76 كنت ديما نجي نقعد بحذاه، حتى ال 80 في مشيت لفرنسا كان ديما يعمر فيا، فهمت، يقول لي الغرب كذا والغرب كذا ولازمك تعمل كذا ولازمك تعمل كذا. المهم يعني فما ياسر عناصر من النهضه انسحبوا من النهضه. علاش انسحبوا من النهضه؟ انسحبوا وانضموا للحركات هذه الارهابيه نتاع السلفيين وكلها، على خاطر يشوفوا مرحله طريقه التفكير نتاع النهضه هي المرحليه في الوصول لتطبيق الشريعه، فهمت، ما همش موافقين فيها، والنهضة تعرفهم علاش خرجوا منها، فهمت، سواء كانوا عناصر عادية ولا مش عادية، فهمت. وانتم لاحظوا اللي يقوموا بالعمليات هذوما كلهم عناصر مجندة جديدا، فما اللي المجندين قدم فهمت كانوا في النهضة وخرجوا ومشوا السلفيين، اما اللي يقوم بالعملية مباشرة في ليلة وضحاها يقوم بالعملية، يعني انسان غير حضر في جامع سمع كلمة هكا كذا تحمس، جاء فما واحد بحذاه فهمت قالوا راني نحب نستشهد نحب نموت، مباشرة يهزوه كما نقولوا احنا متبقى في النار، فهمت. اذا معناتها اكثر هذاك علاش معناتها صعيب صعيب توا صعيب يعني هذوما تمسكهم، على خاطر عباد نجم نقولوا مدمغجين كلين وماهمش معروفين، سوى اللي قتل شكري بالعيد وسوى اللي قتل فلان وسوى اللي قتل فلان ولا قتل فلان وغير هذاك الكل. النهضة عندها عامين توا عطيتهم معناتها نجم نقولوا الفباه، كي هو في عهد بورقيبة عام 85 كانوا يدربوا بالسلاح نكلم فيكم بالسلاح ويدخلوا فيه من ليبيا، وليبيا كان فيها القذافي فهمت في الجبل اللي نتاع ريانة، وكان فما غاديك واحد يفجروا بالديناميت يكسروا في الحجر كاريير تاع حجر، فهمت، وكانوا يمشيو يدربوا غاديكا خاطر وقت العباد تسمع انفجار عادي، على خاطر الكاريرة تاع الحجار ديما فيها انفجارات، وكانوا يدربوا في الغابة هذيك ودربوا معناتها عشرات وأكثر من عشرات هذوما اللي شفتهم واللي نعرفهم، هذا في عهد بوركيبة هذا عام 85 86
طب ده كانوا يحضروا الانقلاب بتاع 87، وعباد ما عندها عاديين ما همش مينيتير ولا حاجه سيفيل يدربوا فيهم، يجيبوا لهم عناصر اسلاميه ومنطقه اخرى حتى من الخارج وتنرجعوا فيه الموضوع ويدربوهم تدريب عسكري. فما بالك تو النهضه في الحكم نز جبل الشعانبي وراه جهه جندوبه وراه حتى في تونس العاصمه في بعض المناطق، فهمت؟ وراه 20 بؤره تاع تدريب، وفما عباد كما قلت لك معناتها يأسوا من حياتهم، فما عباد يأسوا من حياتهم سواء في المستوى معناتها الاقتصادي ولا في المستوى الفكري، فدوا فهمت، يحبوا ينفجروا. اذا يلقاو في الفكر السلفي هذا اللي يوعدهم بجنه وانهار وخمر، هو ما ينجمش ما يشربش الخمر، ما ينجمش حتى ما يلقاش حتى شرب ماء، فهمت، في الدنيا هذه. اذا يقول لك انا نفجر نفسي، ولا مثلا ما ينجمش حتى ما عندوش القدره فهمت حتى باش يشرب قهوه، اذا يلجا ولا باش يشري سروال ولا باش يشري حاجه، يلجا لهذاك اللباس اللي ما يتقال له حتى شيء فهمت، ويمشي يتجه نحو الارهاب. الارهاب يعني دم مغجوه فهمت. وهنا لازم نقول لكم راهو العباد اللي يقوموا بالعمليه هذه واللي قاعدين يشدوا فيهم توا عباد مجنده جديده. الروس اللي قاعدين يجندوا هذوما العباد تعرفهم النهضة واحد واحد ومسكرة فمها. اليوم العملية اللي عملوها في باردو في تونس فهمت، هذوك ما كان يشدوهم واحد مرمي مقتول فهمت، راهو مش هذاك صحيح، اما راهو مش ذنبه هو، راهو ذنب الروس اللي جندوه للنهضة خليتهم يدوروا ويسافروا ويخرجوا ويعملوا اللي يحبوا وعامله روحهم في بلاش. اذا فهمت، وعلاش هي عملت هذا الكل؟ راهو ما عملت هذا الكل على خاطر شافت هي ماهيش خايفه، راهي الحقيقه النهضه ماهيش خايفه من التحركات هذه نتاع القصبه وكل شيء، ماهيش خايفه منه فهمت، خاطر تعرف روحها. تقولوا انتم عطات 50 دينار وعطات 60 دينار، هي تعطي في الاسلام يجوز، شنو فيه؟ تنجم تشري ذمة عبد في الإسلام، تنجم تعطي واحد فلوس باش يدخل في الإسلام. يا أخي محمد ما كانش يعطي عباد فلوس باش يدخلوا في الإسلام. يعني ما هوش يعمل فيه حاجة مخالفة للدين، راهو عنده منهج. والجماعة نتاعو يفهموا، ويعطي 50 دينار ويعطي مصروفه، شنو؟ راجل باش يجي يدعم الحركة ما يعطيه تعطيهش مصروفه؟ يمشي بالجوع؟ شيء طبيعي. فهمت؟ اذا هنا حبيت معناتها باش ما نحبش نطول ياسر، ديما حق قلت باش نولي الفيديوهات نتاعي ما بين 15 ونص ساعه، نحاول باش نكون 20 دقيقه فهمت، 20 دقيقه 25 باش ما نحصرش روحي، باش نكون اكثر حريه. راهي المعارضه او بصفه عامه فهمت، التوانسه نحكي على التوانسه خاطر الاحزاب الحقيقه بيني وبينكم اي اسمنا فهمت، يا توانسه خاصه نحكي على الملحدين وعلى الاقليات الدينيه سوى المسيح سوى فما حتى عندنا البهائيين سوى اليهود فهمت، والملحدين والربانيين والصوفيين، اتحركوا راهو البلاد ماشيه في هاويه. انتوما الاقليه، ولو يوقع على اي واحد منكم حاجه الدنيا تتحرب. كيما النهضه فهمت كانت تتشوه في الحكومات فهمت، واحد يشد منهم يمشوا يحربوها، او منظمه حقوق الانسان حتى لازم احنا نفس الشيء، نفس الاسلوب هذا هو الاسلوب الصحيح فهمت. لازم اي واحد عنده معلومه نتاع واحد ملحد ولا واحد مسيحي ولا واحد يهودي ولا واحد اي ولا صوفي ولا انسان حتى معناتها كيما نقولوا احنا عادي وقعت له حاجه، لازمها توثق باش هذيك تتقدم منظمه حقوق الانسان ومعناتها وكل الجهات العالميه. لازمهم العباد الكل مش في تونس برك احنا نعرفه، لازم العالم كامل يعرف حقيقة هذه النهضة وهذه الحركة الإسلامية شنو قاعدة تعمل في تونس. كنتوما فهمت باش تعملوا نفس الشيء راهو حكاية فارغة، عاد خلي النهضة على الأقل واضحة فهمت، أو مرة سيبت لهم أمينة أو بعد سيبوا لهم جابر، وهاو توا عملوا لهم عملية مش عملوا لهم وما عملوا لهمش، أما راهي المسألة هذه من بيناتهم الحركات، يعني هما في الحقيقة عندهم خلافات من بيناتهم، دي صراعات إسلامية فهمت. السلفيين يقولوا للنهضة أعلن الشريعة وإحنا معاك، كما تعلن الشريعة وإحنا معاك
نعمل 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 نعمل، لكن النهضة شنو تعمل؟ فهمت؟ وقتها تبدأ عندها مصلحة فيهم تخليهم يعملوا، فهمت؟ وقتها يبدأ ما عندهاش مصلحة فيهم تشد البعابس كبار الصغار، أما الروس حافظ عليهم. أظن معناتها نكون قد معناتها فهمتوا الفكرة اللي حبيت نوصل لها. هو لازم الأقليات كلها، حتى الليزوموسيكسيوال، حتى الليزوموسيكسيوال لازمهم معناتها، والملحدين يلزم التخبية، يلزم التخبية، ولازم على المعارضة الشريفة، فهمت؟ ما تبداش تلعب على الحبلين وتعلن بكل صراحة انها تدعو للحرية. ما قلتلهاش تقول انها ضد الاسلام، لا، فهمت؟ رغم اللي معناتها باش توصل تقول انها ضد الاسلام يعني حاجة معناتها كبيرة وباهية انا بالنسبة ليا، فهمت؟ على خاطر تولي معناتها المواجهة واضحة، فهمت؟ انا معناتها عشرات الاف التوانسة اللي ماهمش مسلمين معناتها ما ينتموش للاحزاب لاسباب هذه، فهمت؟ انا ما قلت ليش تقول انها ضد الاسلام، اما من اجل الحريه. حتى انا بيدي تو، انا مانيش مسلم، مانيش ضد الاسلام، يعني باش واحد يصلي ويصوم، وواحد صلى على روحك وصوم وكل شيء، اسلام كدين ما يقلقنيش، فهمت؟ الاسلام كدين ما يقلقنيش بالكل، فهمت؟ واحد يمشي يصلي مش باش يقلقني انا، ولا مراه لابسه حجاب ماهيش باش تقلقني، اما كان باش تجي تمرجي في الكبده بتاعي شيء طبيعي باش تقلقني، كان باش تولي تدخل في السياسه وكذا وحكومه اسلاميه ودستور ويمنعني، الدستور اللي ما فيهش حقوق القليات محميه هو ماهوش دستور اصلا. لازم المعارضه تحمي هذه الاقليات وتكسبها، مش تقول لي باش نعمل ليله القدر في القصبه ولا يصلي صلاه جماعيه، مش بهذه الطريقة باش تكسب هذه الأقليات. راهي الأقليات مهمة، مهمة جدا. علاش؟ على خاطر لمس الأقليات يوقع ضجة في العالم وتتشوه النهضة ويعرفوا حقيقتها. هو البارح يتكلم يقول لك الإسلام هو الديمقراطية، فين فين الديمقراطية الإسلام؟ فين؟ لا عندك حرية في الأكل، لا عندك حرية في الشرب، لا عندك حرية في اللباس، لا عندك حرية في التفكير، لا عندك حرية، ما عندك حتى اعطيني حاجة في الإسلام أعطاك فيها حرية، حتى تدخل التواليت حشاكم قال لك شنو تعمل؟ فين الحرية اللي موجودة في الإسلام؟ نحب نشوفها، نحب حاجة برك الإسلام أعطاك فيها حرية، الحاجة الوحيدة اللي قال لك فيها إن شئت فلك تؤمن وإن شئت فلك تكفر، ومن بعد وإن كفرت فهمت؟ عذاب الأليم. وان كفرت يعني يعرف ما تخير، فما واحد يجي واحد يخير واحد يقول له كان تحب تعمل هكا ولا هكا، ما كنت تعمل هكا كترش نكسر لك وجهك، هكا تعمل حرية، عندنا حرية، حرية ما عندكم الحق الحرية وفي اطار الشرعية وفي اطار كذا، اما كان تقفوا ضدي فهمت، نولي نغمض عيني على العباد هذوما اللي يفجروا السلفيين ونسيب عليكم السلفيين ياكلوك، فهمت؟ راهو السلفيين حكايتهم فارغة في تونس كعباد ما يتجاوزوش معناتها الخطيرين الخطيرين ما يتجاوزوش مئات، وهذوما العباد اللي قاعدين يشدوا فيهم الكل كلهم مجندين جدد، عباد ضايعين جندوهم فهمت، ولا عباد جابوها من برا ولا حاجه فهمت، ما همش معناتها اي حكومه قويه نجم توقفهم عند حد، مش احنا احنا تونس صغيره مش الجزائر، مش تقولوا معناتها باش نوليو كيما الجزائر وكيما الجزائر وكيما الجزائر، مش الجزائر فهمت؟ والشعب التونسي شعب مسالم، ما يحبش المشاكل وما يحبش الحروبات وما يحبش الواحد، يحب يعيش فهمت؟ شوف معناتها المراه هذيك اللي تتكلم تاع اللي متهمه بقتل ابراهيمي، معناتها قتلك مات في سوريا عنده شهرين، نصدقها انا نصدقها هذيك خاطر امراه عاديه، قتلك راه ما عنده حتى اتصال وما عنده حتى شيء وكان يصلي وكل شيء، راهو تو احنا نحكي نكملوا نحكيوا على النهضة وعلى الاتجاه الإسلامي واللي تعلموا في الأربعين سنة هذا ولا مدة 40 سنة، وقتها كانت المعارضة يا ما تمشي تتعشى ولا تفطر عند بن علي فهمت، ومخلية يعني محصورة في النخبة فهمت، وقتها كانوا الإسلاميين يخدموا على رواحهم، يخدموا في وسط المجتمع فهمت، من بعد يجي فلان ولا توا علي العريض ولا حاجه يقول لك راهو فلان هذاك اللي مات في سوريا هو اللي قتل شكري ولا قتل واحد، فهمت يعني؟ يا ريت منيكو عليكم.
أنا أتمنيك النهضة نجمو نطفحوه ونجمو نفهموه، أما أتمنيك المعارضة ما يقبلوش المخ، خاطر لا خاطر على الأقل النهضة وقت تتكلم تقنع أنصارها، أما راهي يا معارضة كلكم أهل كلكم من الحمى الهمامي فهمت السبسي الكل قال السبسي كلهم، وقت نسمع فيكم نبدأ نضحك على روحي، كل شنو هذا يحكي مع شكون؟ يحكي مع إسلاميين يا أخي ولا مع بهاي؟ ده سبسي شوية صار يعني مقنع وعنده خاطر حنكة سياسية كل شيء، فهمت؟ مع أغلبهم اللي يحكيه فهمت مش يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ راي النهضة عملت وراي النهضة عملت وراي النهضة عملت وراي النهضة عملت، شو بيه؟ كونوا في المستوى وتو تشوفوا الأقلية هذيك اللي انتم تحقروا فيها هذوك الملحدين هذوك تعرف ان توقع حاجة الواحد اوبوسيكشيال في تونس، فهمت؟ لما تحرب الدنيا يا اخي تتخايبوا هكاك تو ما عادش العالم كل شيء في الضحك يا سيدي، يخرج واعمل وصور يا سيدي، صور اعمل كاميرا واعمل مصورة وصور وانشر وشوف شنو يتعرضوا الأقليات يا سيدي، انت اخرج اشرب شوف القبائل كلاو في النهار، اخرج اشرب دبوزة وصور، مش تخرج هكاك خاطر النجم يضربوك الكرهبة خاطر هما ذكيين، فهمت؟ قداش من واحد ملحد مشى معناتها حطوه في الحبس ولا حاجة، وحتى حد ما يعرف انه ملحد ولا انه مسيحي ولا انه كذا ولا انه كذا، قداش من واحد؟ وحتى حد ما يتكلم عليه، على الأقل المسيحي يتكلموا عليه المسيح واليهود يتكلموا عليه اليهود، والملحد شكون يتكلم عليه؟ حتى حد. إذا يزي الفيديو هذه وغدوة نعمل فيديو أخرى نكمل الحديث على حركة النهضة وأسلوبها في العمل، وتو نفهموا بالكدا الحكاية راهو هذايا السيناريو الكل اللي قاعدة تعمل فيه النهضة الأيامات هذه بتاع التفجيرات وكل شيء، مش هي تعمل فيه وإنما هي غافلة مغمضة عينها، فهمت؟ والآخرين خايفين على خاطر هم، علاش هم علاش يعملوا في هذا الشيء؟ خاطر خايفين، يعني سقوط النهضة بالنسبة ليهم مصيبة، على الأقل النهضة توا تغطي عليهم، لازمكم تشدوا هذه الفكرة، السلفيين اللي عملوا توا واللي شدوهم واللي عملوا التفجيرات واللي قتلوا الجيش في الشعام بكل شيء واللي قتلوا واللي قتلوا في شكري بالعيد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هما يحميوا في النهضة على خاطر مصلحتهم مع النهضة، هي اللي مغطية على الروس نتاعهم، شفت الروس اللي تعرفهم النهضة شخصية تعرفهم؟ ما تجيش تقول لهم امشوا اعملوا، لا ما يحتاجش تقول، يقول لك الفاهم يفهم، هذوما اللي يعطوا الاوامر للقاعده نتاعهم باش تعمل العمليات هذه وباش يعملوا التحركات هذو على خاطر عارفين لو سقطت النهضه فهمت يعني مشى، على كل حال راهو وما تصوروش راهو سقوط النهضه سيء كل شيء وفاء، بالعكس فهمت، النهضة يمكن تعمل توصل توافق وتعمل حاجة ومعندها ونخاف لها المعارضة تخضع عليها وتمشي تعمل ما يسمى ائتلاف وطني وتدخل معاها، فهمت؟ لازم الفصل كليا، فهمت؟ الفصل كليا، هما اللي يدعو للشريعة والإسلام وكذا وكذا سواء بالتدريج سواء بالقوة سواء بأي طريقة، والأشخاص اللي مع الحرية للجميع مع حقوق الإنسان مع معناتها حق التعبير حق النقد الديني الاجتماعي الحرية المطلقة، عباد رجعيين متخلفين عباد متقدمين، كما ما يوقعش في تونس هذا الفصل من بين هذوما الزوز، فهمت؟ راهي الأمور باش تقعد ديما داخلة بعضها، ونقول لكم بالسلامة ومع فيديو قادم.